سيد مدير الناحية ومجلس الناحية ولكم بالكهرباء جميعا إن شاء الله هم من الناس اللي يعملون أقصى جهدهم. كانت زيارتنا إلى ناحية العياضية مركز الناحية، التقينا بالسيد آمر اللواء العقيد الركن النصير وكذلك الأخوة الضباط، وأيضا التقينا بالسيد مسؤول الحشد الحشد المحلي لناحية العياضية وأيضا مديرية شرطة الناحية. اطلعنا على الجهود المقدمة من قبل القوات الأمنية المتواجدة. أنا من هنا من هذا المنبر الكريم أقول شكرا لكافة منتسبي هذا اللواء ولكافة القطعات التي حررت ناحية العياضية. اليوم نحن نعلن بدء الحملة المدنية لإعادة الخدمات لناحية العياضية، وأتمنى من الجميع من حكومة نينوى المحلية وأيضا الحكومة الاتحادية بتكثيف الجهود ودعم دوائر الناحية لغرض إعادة الخدمات. بالتأكيد المعركة اليوم هي نستطيع أن نقول بدأنا بالمعركة المدنية إعادة الخدمات، ومن ثم تهيئت هذه المدينة هذه الناحية مركز الناحية لإعادة أهلها. ولكن نطالب أيضا من كافة الخيرين وحتى الميسورين من أهل الناحية بمساعدة الدوائر، لأننا اليوم كحكومة محلية وكحكومة اتحادية مثل ما تعلمون نمر بأزمة مالية. قمنا بزيارة إلى الناحية، زيارة ميدانية برفقة سيد نائب رئيس مجلس محافظة نينوى، والتقينا بالسيد العقيد الركن نصير آمر اللواء وكذلك السيد الرائد مساعد آمر اللواء، وكذلك التقينا بالسادة رئيس مجلس ناحية العياضية وكذلك أعضاء مجلس الناحية، حيث تجولنا في هذه الناحية للاطلاع على حجم الأضرار الذي خلفها داعش أثناء عمليات التحرير، حيث لاحظنا هناك يعني أضرار كبيرة قد لحق في هذه الناحية، ناحية العياضية ناحية منكوبة فعلا يحتاج إلى أموال وإلى تخصيصات مالية. لذا نوجه نداءنا إلى سيد رئيس الوزراء وكذلك كافة الوزراء الخدمية بالتوجه إلى ناحية العياضية لتقديم الخدمات الماء والكهرباء والبلدية والبلديات، وكذلك مديرية تربية نينوى التوجه إلى الناحية لتقديم الخدمات لهذه الناحية ليتسنى لنا إعادة العوائل. بعد الانتصارات العظيمة التي حققتها قطاعاتنا الأمنية تحرير ناحية العياضية بالكامل، باشرت قيادة فرقة 15 متمثلة باللواء المشات 73 بالتعاون مع الحكومة المحلية والجهات الخدمية في ناحية العياضية وقضاء الأعفر بتقديم كافة التسهيلات للدوائر الخدمية لغرض إعادة الحياة
إلى ناحية العياضية. حقيقة اليوم زار ناحية العياضية السيد نائب رئيس مجلس المحافظة للوقوف على الواقع الخدمي للناحية، بالإضافة لأنه استصحب معاه كافة مدراء الدوائر الخدمية في الناحية، ومن جانبنا احنا كقطاعات عسكرية هيئنا كافة الأمور اللي تحتاجها الدوائر المدنية والخدمية في ناحية العياضية من خلال تقديم الحماية الأمنية لهم وتقديم كافة التسهيلات لهم لغرض إعادة ناحية العياضية إلى سابق عهدها إن شاء الله. تشرف اليوم السيد نائب رئيس مجلس محافظة نينوى والسيد عضو المجلس بزيارة ناحية العياضية المركز، وتم اللقاء مع السيد آمر اللواء، وبعد التجوال في مركز الناحية وبعدما رأوه من الدمار الذي لحق بالمدينة سواء في الدوائر الحكومية أو دور المواطنين، أطلب من هذا المنبر مجلس المحافظة إلى إصدار قرار بأن يكون مدينة العياضية منكوبة، كما أطلب من الحكومة المحلية في الموصل والحكومة الاتحادية في بغداد وكافة المنظمات على التوجه إلى ناحية العياضية لتقديم أفضل ما يمكن تقديمه للدوائر الخدمية، وكما أدعو مسؤولي الدوائر الفرعية في الناحية البدء بالدوام من الأسبوع القادم.